السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلك في قناة إفريش 2 إيجي وايت رولان سوره العباس فارس نمبر 21 to 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وقد وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ هم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره ثم اماته فاقبره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره ثم اذا شاء انشره ثم إذا شاء كلا لما يقدم امر فلينظر الانسان فلينظر الانسان فلينظر الانسان الى إلا طعامه الى طعامه إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا ثم شققنا الارض شقا ثم شققنا الارض شقا, ثم شققنا الارض شقا فأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَعِنَبًا قدبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا, وفاكهتا وأبا, وفاكهتا وأبا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ فإذا جاءت الصاخ يوم يفر، يوم يفر، يوم يفر، مرء من أخيه، مرء من أخيه، مرء من اخيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وامه وابيه وامه وابيه, وأمه وأبيه وصاحبته وصاحبته. وصاحبته وبنيه. 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 وبني وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم. لكل امرئ من لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يومئذ شأن يغني يومئذ شأن يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفره وجوه يومئذ مسفره وجوه يومئذ, مصفرة وجوه يومئذ, مصفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرًا عَلَيْهَا غَبَرًا عَلَيْهَا غَبَرًا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرًا) ترهقها قترا ترهقها قترا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة اولئك هم الكفره الفجره بسم الله الرحمن الرحيم ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدا غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة